تمام ماشي حاضر يا ستي. انجزي بقى. ايه انا مش فاضي. ايوه مش فاضي. لا مفيش، ما عنديش وقت، خلصيني. طب بقول لك ايه، هكلمك تاني هكلمك تاني. ماشي يلا، سلام 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 سلام. الو ايه يا حبيبي، عامله ايه؟ انت اكتر. لا لا لا، انت اللي وحشاني اكتر اكتر كتير قوي خالص، كتير جدا. لا فاضي، انا ورايا ايه؟ انا موريش اي حاجه خالص اساسا. ايوه لو سمحت استاذ يا فندم. ايوه لو سمحت. استاذ نعم. هو مفيش غيرك ولا ايه؟ ولا مفيش غير انا بقى ولا ايه؟ قول لي. بص انا مش هطول عليك، هقول لك حاجه بسيطه بس كده وهمشي على طول. حاضر، ثواني بس. طب بقول لك يا حبيبتي، معلش معلش مضطر اقفل بس، يعني دقيقة بس. بصي ثانية، بص مش دقيقة، أنا خلاص هكلمك تاني دلوقتي دلوقتي. ها هو تقفلي ولا لا؟ على طول يعني دقيقة كتير أوي هكلمك. ماشي تمام. باي 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 باي. تمام يا سيدي. ها اتفضل قول واخلص وانجز وما تطولش. ها ما تطولش. لو حضرتك والدتك او والدك موجودين وكنت قادر ان انت ترضيهم او تسعدهم، وحضرتك مطنش الموضوع او بتتفنن في عقوقهم، وكمان حضرتك زعلان ان انت بتلبلهم طلباتهم ومتضايق عشان بعتتك السوبر ماركت تشتري لها شويه حاجات وهي عمرها ما ملت ولا قصرت في حقوقك، بالعكس دي بتعمل كل حاجه ليك وهي مبسوطه وبتعملها لك بكل حب. لكن بقى لو حبيبه القلب رنت بس عليك على طول من غير تفكير، بتطير وبتروح لها وبتنسى اي وجع. يا اخي يا اخي، واللي حصل يا شيخ؟ يعني برضيها زعلانة وبرضيها. يا شيخ يا شيخ، رفقا بالقوارير يا شيخ، ولا انتوا بس اللي مفكرين ان محدش بيفهم في القصة دي غيركم انتوا بس؟ انتوا رفقا بالقوارير. طبعا رفقا بالقوارير، بس القوارير اللي عند حضرتك وبس، مالكش دعوة خالص بقوارير الناس. زعلانة على الفيسبوك، مطلقة، أرملة، مكتئبة، زعلانة، مخنوقة، تسيبها في حالها ومالكش دعوة بيها خالص. مش كل لما تشوف واحدة تخش وتعليق؟ ها وصلت؟ تمام تمام وصلت وصلت. المهم طب انت عاوز تقول لي ايه؟ طب قول لي، فهمني كده وبالراحة وقول لي بس انجز. عايز اقول لك ان الناس في تعاملهم مع الاب والام مقسمين لاربع انواع. النوع الاول ناس بارين بوالديهم على اكمل وجه، والنوعية من الناس دي دايما متخيلين ان هم مقصرين. النوع التاني ناس متخيلين ان هم بارين بوالديهم وهم في الاصل بعاد تماما عن معنى البر. النوع التالت ناس اصلا مش راضية تبرهم علشان هم متخيلين ان هم قصروا في حقوقهم. النوع ده بقى بالذات بيعتبر من اصعب الانواع الموجودة في الاربع انواع. وفي نوع رابع وده للأسف منتشر جدا في المجتمعات، ناس هم في الاصل مش مدركين يعني ايه قيمة بر الوالدين. عايش كده معاهم عادي، اسمع كلامهم مرة، اختلف معاهم مرة، نتخانق ونتصالح بعدين مش مهم. ناس زي ما احنا قلنا مش عارفين يعني ايه بر الوالدين. العلماء لما اتكلموا عن علاقتنا باهلنا قالوا ان في حاجة اسمها البر والاحسان والطاعة والعقوق. البر والاحسان ان انت تعمل كل حاجة اهلك عايزينها من غير ما يطلبوا منك، وبيقولوا بحكم ان انت ابنهم فبتبقى عارف ايه اكتر حاجة بتفرحهم واكتر حاجة بتحزنهم. فالبر هنا ان انت تبادر بالاحسان اليهم وما تحوجهمش ابدا في يوم من الايام لذل السؤال. الطاعة بقى ان انت بتعمل كل اللي هم طلبوه منك. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، حاضر يا رب. وبالوالدين احسانا، حاضر يا رب. العلماء لما وصفوا العقوق قالوا على فرض ان هم طلبوا منك خمس حاجات، وانت لما جيت تعمل الخمس حاجات في حاجة واحدة ما عملتهاش، يبقى انت كده عاق بوالديك في الحاجة اللي انت ما عملتهاش. وطبعا الناس هتتفاوت في اللي هيعمل اتنين وفي اللي هيعمل تلاتة وفي اللي هيعمل الاربعة، وقلما اللي يعمل الخمسة الا من رحم ربي. العلماء ما ذكروش في العقوق الناس اللي هي بقى طبعا بتشتم الوالدين وبتضرب الوالدين، والناس اللي بيعدي عليها بالايام ما بتسألش عليهم ولا حتى بيعبروهم بمكالمة تليفون.
حابب كمان اقول لك ان جميع الابواب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتحها والتوفيق اللي بيجي من ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مربوط ببرك لوالديك وكمان على رضاهم عليك. ممكن تضيع من ايدك فرص جديده جايه لك، محبه الناس اللي مش هتنالها الا برضاهم عليك، المشاكل اللي انت غرقان فيها ومش عارف تتخلص ابدا منها، فشلك اللي دايما متكرر في العمل، اي بلاء ينزل بيك على طول كده وانت مغمض. دور على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى ودور على برك لوالديك. اوعى واياك في يوم من الايام تبقى مخنوق من والدتك او والدك وتقفل كل الابواب دي علشان بس حضرتك زعلان منه. موضوع بر الوالدين ده موضوع كبير جدا لدرجه ان بر الوالدين ما بيتوقفش بعد وفاتهما. في سنن ابو داود عن ابي اسيد الساعدي قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر ابوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، بمعنى الدعاء العام لهما والاستغفار لهما. والاستغفار هنا المعنى فيه هو الدعاء الخاص بطلب المغفرة، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. الخلاصة إن أنت لازم تفهم إن الموضوع كله من أوله لآخره سلف ودين. اللي حيبر أبوه وأمه ربنا حيرزقه أولاد برة، ومن عق والده أو أمه رزقه الله بأولاد يعقونه كما تدين تدان. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. اللهم وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم واعنا على برهم احياء وامواتا. اللهم ومن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طولت عليكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضحت الرؤية كده ولا ايه النظام؟ تمام يا صاحبي، وضحت كده الرؤية. روح الله يبارك لك. يعني صلي بس ارد على التليفون ده واكلمك. اكيد طبعا. اتفضل اتفضل. الو، ايه يا حبيبي، عامل ايه؟ وبعدين معاك؟ لا ما تقلقش، دي ست الكل. حاجة حبيبي، أموري يا حاجة، أموري وأنا أنفذ.